السلام عليكم ورحمه الله وبركاته البنات. اليوم جبت لكم طاجين زيتون على الطريقه تاعي. عندي ليكويس تاع دجاج، عندي زيتون حنحطو يغلي، حطيت له حبه سكر، عندي كزبر، كركما، فلفل كحل، والزنجبيل، جونجومبر، عندي قارص، عندي شوي زعفران والملح. هنا نروح نعصر القارص، حبه قارص مع شوي زعفران وشوي ملح، ونحكهم مليح ونخليه يروبوزي 10 دقائق، يرتاح 10 دقائق، ونروح نسيح العصير هذاك اللي كان فيه. الدجاج البنات بيحب القارص مليح، كي يديروا القارص نحيلوا الطعمه تاع الدجاج كامل. شوي زعفران، شوي ملح، ونحكو ونخليه يترقد حتى ساعة يتمارينا. فوالا، البنات كي نخليه 10 دقائق يرتاح، روح نسيحو، نديرلو قطرة ما نشلو بيها ونعاود نردو. هنا تسيحتو وشليتو شوية ورديتو، نزيد نعطيه شوي ملح باه نديرلو لي زيبيس تاعو. هزيت هنا الكزبر، الكركما، الفلفل الكحل، الزنجبيل، جونجومبر، الفلفل الأكحل، الفلفل الأسود. نعاود نحكو ونخليه يرتاح 10 دقائق ولا 15 دقيقة، وإذا كنتي مزروبة هكاك بين 10 ل 15 دقيقة، وإذا كنتي حديرتيه درك وحتوجديه العشاء غطيه وخليه في الفريقو، تلقاه العشية تمارينا على الكيف. هلا البنات، هنا نوجد انا الطاجين تاعي. هنا كي هو ترقد من بعد قصيت البصله تاعي، حطيت شوي زيت في الطاجين، نحط فيه البصله، يحب غير البصله البنات والمعدنوس، ما كان له ديرو الثوم، البصله والمعدنوس، ونخليه باه يتخلى. نزيد له شوي ملح باه نداوي البصله تاعي. وشوي فلفل اسود، فلفل كحل، سمع عاود درت لي زيبيس البصله. هنا نحط الدجاج تاعنا ومنقص لو فو تاعي. خي فهمتكم بنات الطاجين، نقصي له الغاز وخليه يطيب منه، فيه ما تمقيه ما والو، ويطلق لاصوص تاعو ويطلق الماء. وعلى جهه راني حطيت الزيتون تاعي يغلي، الزيتون برسك طابلي في 15 ل 20 دقيقة، برسك 20 مينوت. هنا لاصوص تاعي هاي طلقت، شوفوا البصلة تاعي بدات تبان، نخليه يزيد شوية، خليه وشوا. قشرت له زوج تاع سنارية وترونشيتها وحطيتها معاه. هو سي با اوبليجي ديرو الكاغوت، سنارية انا درتها نشتيها الاولاد برك. هو طاجين زيتون ما فيش سنارية، مي انا زدتها. هنا البنات شوفوا لاصوص كيفاه طلقت. هنا نحط الزيتون تاعي ونزيد نمرقو بنص كاس تاع ماء، نص بول تاع ماء، وخليه يطيب في عقلو حتى تشوفوا لاصوص اختارت خلاص، والزيتون تاعك زاد تمارينا مليح باسكو ديجا ني طيبتو في الماء مع حبه سكر، او طايب خاسك او طايب. هاني جبت نص كاس، نص بول، ونمرقو غير شويه ونخليه يزيد يطيب، يكمل الطياب تاعو باه يتمارينا كامل مع بعضها. البنات كي يطيب لي الزيتون تاعي ونشوف لاصوص تاعي اختارت، واش ندير؟ نحزو كيما كان، نحطو في الفور يحمار، وهذا ما كان غوسات سهله وبارده. تحبي كيما انا هنايا، واش زدت درت قليت لي فخيت الاولاد وعطيت لهم لي فخيت مع شوي زيتون ودجاج وصاي. ماكلة صيافية باردة بوغ موا، باردة ماشي سخونة، سي ان بلا بلا وفور.
Voilà, on a presque au table. نزيد له شوية ونحطه في الفور يتحمر. حطيته في الفور تحمر، لاصوص راح تخلص. ها هو بنات، بعد ما نقدمه وبارتاجيت معكم عشية، وان شاء الله يكون عجبكم وعجبتكم الطريقة تاعي. وبالصحة والهنا البنات، ما تنسوش البنات جام وابوني البنات. نوبل عليكم، ربي يخليكم. على بروفيشن، في السلامة.